قناة الشروق الفضائية، هذه تحية طيبة لكل المشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سينما مختلفة. مشاهدينا، نتوقف هذه المرة أمام تجربة خاصة في إطار السينما السودانية، تجربة تسلط الضوء على العامل الإنتاجي الذي، وعلى الرغم من أهميته القصوى في صناعة السينما، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام والمعرفة المناسبين، إذ غالبا ما يبقى العامل الإنتاجي مثل الجندي المجهول. على الرغم من الرعاية الرسمية والتمويل الحكومي، إلا أنه يبقى دائما للمبادرة الفردية وحتى للمغامرة الشخصية دورها في صناعة الفنون. هكذا وعبر تاريخ السينما كفن وصناعة، كان المنتجون هم من يحملون الأعباء المادية لخلق صناعة سينما دون انتظار الحكومات أو الدول. وللقطاع العام والقطاع الخاص سيكون نصيب ما في تاريخ السينما السودانية. ففي حين تولت الحكومة إنتاج الأفلام الوثائقية التسجيلية، كان على المغامرين من رواد السينما السودانية تقديم اقتراحاتهم من خلال إنتاجهم الشخصي للأفلام الروائية الطويلة. خلال محطتنا هذه مشاهدينا مع السينما السودانية، سنعود وإياكم إلى تاريخ هذه السينما، حيث نجد أنه خلال قرابة 60 عاما هناك تاريخ للأفلام السودانية الروائية الطويلة، حيث تحققت الأفلام التالية: فيلم أمال وأحلام إخراج إبراهيم ملاس عام 71 وإنتاج شركة الرشيد عطبرة، فيلم شروق إخراج أنور هاشم عام 74 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم عرس الزين إخراج خالد الصديق عام 74 وهو من إنتاج شركة الكويت، فيلم تاجوج إخراج جاد الله جبارة عام 81 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم رحلة عيون إخراج أنور هاشم عام 85 وهو من إنتاج شركة أحلام وادي النيل، صلاح بن البادية عبد الله محمد سليمان، وفيلم ويبقى الأمل من إخراج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عام 93 وإنتاج شركة عليوة محمد عليوة، فيلم بركة الشيخ وهو فيلمنا لهذه السهرة إخراج عبد الله جبارة عام 2001 إنتاج شركة زرياب وللمنتج وهو ضيفنا أيضا لهذه السهرة مصطفى إبراهيم، فيلم سنوات الصبر إخراج أنور هاشم عام 2003 إنتاج شركة أفلام الطاووس للإنتاج العالمي، فيلم البؤساء إخراج سارة جاد الله عام 2006 وإنتاج استوديو جاد الله، فيلم التراب غرباء إخراج ضيفنا أيضا مصطفى إبراهيم وهو من إنتاج العام 2006 وطبعا إنتاج شركة زيريا باللي المنتج مصطفى إبراهيم. نلاحظ هنا مشاهدينا أن هذه الأفلام الروائية الطويلة جميعها هي من إنتاج القطاع الخاص، في حين لا يسجل للقطاع العام أي إنتاج في هذا المجال. أعزائي، كانت قرية الزوزاية تعيش بهدوء واطمئنان بالكثير من البساطة على الرغم من شظف العيش، ولكن قدوم الشيخ أبو طاقية سيهدم هذا الهدوء ويبعد هذه السكينة. سيكون قتل ويكون اتهام، وتنفضح اللعبة على كذب واحتيال وتستر مزيف وراء أقنعة سرعان ما تنهار. إذن مشاهدينا، من أجواء فيلمنا لهذه السهرة فيلم بركة الشيخ، نتحول وإياكم لمتابعة مشاهد مختارة منه وهو للمخرج السوداني جاد الله جبارة، وسنلتقي كالعادة بعد مشاهدته مع منتجه الأستاذ مصطفى إبراهيم، وأيضا سيكون لنا لقاء مع المنتج والمخرج السوداني التاج السر جارون. فمتابعة طيبة أتمناها لكم وأهلا بكم من جديد. Thank you.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. اللمين خبارك؟ لا انت لا ابوك ما شفتكم في صلاه الصبح، لعل المانع خير. والله يا ابو الشيخ الوالد مورود شديد، حمره طراش وجع راس. حسبي الله ونعم الوكيل. شال الليل كله لقريب الصبح حتى النام، وانا بعد ذاك شاني النوم. ده كلام شنو؟ ان شاء الله ربنا يجعل له سلامه وكفاره. اسمع، اقعد قري اخوانك ديل، خليني انام شاعود واجي راجع. سامع؟ هيا بسم الله. إلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. تفضل يا شيخ. هل تجيب الفطور؟ لا لا، أنا فكيت الريق مع أبوك العبيد. أمشي أنت أفطر، وبالمرة كلم مع خالتك مريم جيب لنا منها القهوة. وأنتوا ها كمان أمشوا برضو أفطروا. أمشوا فيكم الريق. يا جرح. أيوه. بيت الشيخ وين؟ شيخ أحمد ولا شيخ عبد الرحمن؟ شيخ الخلوة. شيخ الخلوة. ابقى على المنزل انا نادي ليكم. شت حاول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا 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 حبابكم عشره. مرحبا السلام ورحمه الله. تفضلوا تفضلوا. مرحبا حبابكم عشره. الله يبارك فيك حبابك. ان شاء الله البلد ترحب بيكم. مرحبا. اها ضيفان ولا مسافرين ولا تايهين؟ ضيفان ان شاء الله. مرحب مرحب حباب. الله يبارك فيك. مرحب بكم. مرحب. جيناكم زائرين ومن هنا مسافرين لدار السافر. قال لي دار جعل ولا لدار الشايقيه. مرحب بكم. الدار داركم. اي ان شاء الله ترحب بكم. ربنا يعدل خطوتكم. امين. الله يبارك فيك. اي الله يبارك فيك. قوموا على الطعام. علمين وسلون يدينه. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هتفضلوا على الطعام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا بمشي. نعم. بجيكم بعدين بمشي معاكم نصلي الظهر في الجامع ان شاء الله. خير في عهد الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله يا رب. يا رب. الله لطيف. انت والشيخ عبد الرحمن؟ لا لا، انا حواره ابو العبيد وانت الطاهر دفعني له عشان اتعلم القران واساعدك. اصل الشيخ عبد الرحمن ما عنده جنة من صلبه. ومرته حيه ولا متوفيه؟ مرته خالتي مريم حيه وعايشه معاه، الا ربنا ما قسم ليهم جنة. يعني المعنى شيخ عبد الرحمن رجل خالتك؟ لا ما خالتي لدم، لكن مما عرفتها بقول لها خالتي مريم. انت عارف هالشيخ؟ والله ازاك اذا باقي لنا ناس حوص. اهم شيء سويت معه. انا بسكت. والله يا عمده عكازي ده كان واكل تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. كيفينك؟ قبلكم قبلكم. حبابك يا شيخ. حبابك. ابقى قدام يا شيخ. بارك الله فيك. اقعد اقعد. ان شاء الله كويسين. بارك الله فيك. جلسه في الحرم ان شاء الله. جمعنا جمعنا شيخنا ببركتك. يتحدثك يا عمده. خير ان شاء الله. نزلوا في الحله ضيوف. حبابهم. ايوه. نزلناهم في المضيفة وقمنا نحوهم بالواجب، وقلت برضو من الواجب انت اول زول تعرف. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله كل خير. بارك الله. هو الضيوف وين ان شاء الله؟ والله ما عرفتهم، لكن باين عليهم جو من محل بعيد وقاصدين السافل. ظنيت المداح قديم مداح. اي ظنيت المداح. انا بنقابلهم بعدين.
وبنسائلهم وبنعرف اخبارهم كلها. هي بالصبح. اها ودعتكم الله. ما تقعد هاتيخنا. لا لا وراي حاجات كثيره. مع السلامه. ودعناك الله ورسوله. ودعناك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب حبابه ود الشيخ. حباب المبروك. والله يا اخواننا الا مين كبر وبقى الراجل يتكلوا عليه. عاد بعد ما حفظ القران تاني في شنو؟ والله ما كنا بنعرف ابوه العبيد ود الطاهر، كنا قلنا شيخ عبد الرحمن ولده من ظهره. والله كان ولده من ظهره، ما كان سوى له اكثر من السواه له ولا مين. الله يا زول شيخ عبد الرحمن ما قصر، رب رجال فتح بصائرهم وعلمهم وملوا البلود، بقوا محامين وقضوا ومدرسين وافندية. إلا اللمين اللصق فوق شيخ ما داير فارقه كله كله التقول ما شيء ورسه. هلا هلا دمه الولهان هسا يعني نقول شنو؟ شيخ عبد الرحمن ده قطع العشم فوق الولادة. هزول ها اتماك نصيح، زول بعد ما يفوت الستين تاني صعب. يا زول استغفر، المولى سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. والله يا عمدة يعني نحن متأسفين، يعني دخلنا دياركم بلا استئذان، لكن عشمنا فيكم كبير. والله سامعين بيكم وجايين قاصدينكم من سنار. كنا ننزل عندكم يومين ثلاثة، وشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير ما قصر، قام بالواجب كله. بارك الله فيه وفيكم. الديار دياركم يا شيخنا، وإن شاء الله ترحب بكم. مولانا الشيخ إدريس أبو طاقية معروف في سنار، جده الشيخ الصواف والدجعيلي كان بطب المجانين ويده لا أحقه. يا زول شيخ عبد الرحمن في الأول قايلكم مداح. نحن يا عمدة مارقين عليه بركة الله، نداوي الناس من أمراض الدنيا ومس الشيطان. زيارتك لنا يا شيخنا إن شاء الله تكون خير وبركة. الحين يا شيخنا بتعرف الحجامة؟ أبدا والله يا ولدي أبدا. ولا الكي؟ ما جربته. أكان كدي؟ لابدًا بتعرف الفصال. أبدا والله يا ابني ده كله ما جربته. شيخنا بطاقية ما عنده شغيرة يا طلّة، وجود السابقين كانوا بعالجوا بها يا طلّة، وشيخنا ما بداوي إلا هو صايم، عشان كدي اختار يوم الاثنين والخميس يداوي فيهم الناس. ده الكلام مثل الحال. هوي عندنا دول هنا، هاي قومي انت ما دارت قالوا الشيخ قومي ماشي وينك انت؟ داخله ليه شيخنا؟ داخله ليه شيخنا؟ هي قالوا لك فوضى ساكت، الحكام عاملين نظام هنا، انا ما مسؤول هنا، انا قاعد ساي هنا، قال لك طرطور ساي ما قاعد هنا مسؤول من الناس دي كلهم، بدخلهم واحد واحد. لما نجي لك الدور ارجع محلك هنا، خلاص تكبر ارجع محلك ماشي وين؟ اقعد محلك هنا يلا ما كويس. خش يا بنت الحاج. اسمك منو؟ اسمي سكينة بنت الحاج. مرضك شنو يا سكينة؟ عيانة. عيانة بشنو؟ عندي وجع في جسمي ده كله، مفاصل ده كله موجعني. الا تقومي قومي قومي انت دي الشبقانة دي قومي. أجيب في قبلك هنا، أنت قبيلة المزعلة قايلها فوضى ساكت ده تخشي قبالة النسوان كل ليل، أنا شغال هنا شو ما موظف، يلا خشي. معلش خشي بلاش كلام فارغ، يلا امشي. حبايبي نفيسة بنت الشيخ. بالراحة بالراحة يا نفيسة بنت الشيخ بالراحة. مالك؟ والله يا مولاي الطمام وجع الراس، من هنا لهنا ما بقدر أتحرك. سلامتك. قومي قومي ادخل على الشيخ جوا، وعارف كل شيء، ما تفتحي خشمك بكلمه. قومي قومي خش. عم حسن دور رجع قوم اتفضل اتفضل خش على الشيخ اتفضل.
نفيسه بنت الشيخ عندك دوشه راس ها وجع الراس طوالي ده عارضك قوي عارض شديد وخشتك عين كمان بيزول ان شاء الله هاي لا حول ولا قوه الا بالله اها الصباح بدري تستحمي بالمحايه دي قوم ركبك سلامتك يا ابوي وتاني وتاني شنو كتافيك كتافيك سلامتك سلامتك ان شاء الله ربنا يعجل الشفاء ان شاء الله حاج حسن الركب الركب تعباك الركب دي الكتافين والكتافين ما شاء الله ما الكبر الرطوبة الرطوبة ولحم البقر والشطة قوم يا العبيد قوم اشرب المويه دي بتنفع يشيشك يشيشك يا جن على ابوك ان شاء الله ربنا يجعل لك فيه الشفاء امين امين يا رب العالمين يديك العافيه قالوا يا شيخ عبد الرحمن الحله نزل فيها فكيه يداوي المرضان ويطب المجنون نعلك ما بتدورنا نوديك لو يعالجك من الوردة انا ابوي باكر كان ما بقى طيب بسوق الديو لسبتالي في الخرطوم بحري لسبتالة نحن وقت الله جاب لنا الفرج لحد عندنا ونجرب الشيخ بطاقية زي ما قالوا الارض جربت الحجر يا عم الزاكي الزول يجرب في كل شيء الا صحته وعافيته دين ما فيه اللعب افو ليه ده كلام شنو يا العبيد ود الطاهر يا شيخ عبد الرحمن نحن رجال كبار وعراض وبيدقونا نقوم ونقع في شان صالح الناس وليتكن مرقوا لنا لعب في لعب انا ما قلت كده يا عمي الزاكي اسكت سكت حسك الله كبرت هلا مين كبرت وبقيت ترد عليك وبارك يا شيخ الزاكي الجنة ما غلد عليك ما في داعي للزعل يعني المعنى بتحامل اولادك لكن انا غلطان غلطان جيت اكفر ليك وبشرك بالشيخ ابو طاقية عشان يعالجك ويداويك غلطان والله وساف في التراب اقعد يا شيخ الزاكي صلي على النبي يا اخي اللي بيسوي الله بتبقى اقعد لا لا يا شيخ عبد الرحمن انا ما لي قعد بعد ده وقت العبيد ود الطاهر بقى يدافع على اولاده وفوق بيته لكن صح خلى داره انقل مقداره ابو الشيخ انا غلطة حاشاك يا المبروك حاشاك انت يا بتشفي العيان ويا بتكذب الجعان ويا بيد النهضه يا الدعوه الصادقه اسمك منو فاتور بنت الفحل البلد اللي تقول طلقوا فيها نار يا ابوي يا شيخ الخلوق انكسرت على المنزله كايسين الدواء العلاج عند الشيخ ادريس ابو طاقيه المداوي رب العالمين هو الشافي وهو الكافي لكن تقول الحلة دي جت صبحة بين يوم وليلة كلها مرضانة ما كلهم جايبون المرض في ناس جايب الفضول جايين يشوفوا الحاصل شنو ويعرفوا الحاصل شنو حس في الباقي ليك الشيخنا الشيخ إدريس أبو طاقية ده صح عنده سر العافية علم عند سيده الله العليم هاي لكن يا شيخنا علمي لا تنشغل بجنس الكلام ده رح علي ابوك العبيد نمسي عليه ونشوفه قوم رح سمح يا شيخ الله بسمح. يا الله انا اللي قدامك دي والله خلعني خلعه وقبال ما ادخل عليه وسمح نهرني وقال لي دخلي وقال لي ما تخافي وحكى لي مرضي كله قال لي عندك الدوخه وعندك وجع الكرعين وقال لي باذن الله بتشفي
هيا يما ده يلحقني ويفزعني باكر من الصباح. انا ما شليه عشان يوريني بطني دي فوق شنو. اللمين كيف حالك؟ لي يومين ما شفتك، الحاصل شنو؟ الله يسلمك يا بنت العرب، والله مشغولين مع الضيوف في المنزله. ضيوف شنو يا اللمين؟ انت ما عارفه؟ ما جا واحد فكيب وقال بيداوي العيانين. فكيب بيداوي؟ اصله شنو؟ دكتور؟ دكتور شنو؟ ده واحد معاه رجلين، والله انا لهسه ما قادر افهمه. تفهم اليوم شنو عليك انا يا اللمين؟ كده خلينا في الحافل، ابوك ده عيان ولازم توديه للسبيتاليا. على كل حال انا مسافره بكره في قطر الساعه 10، تمشوا معاي. لو اتاخرتوا تجيني في سبيتاليا بحري، تقول لهم عايزه تداي بنت العرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدور قابلة الدهب بنت العرب. إن شاء الله انتظرها هنا. الساعة البنية دي قاعدة براها هنا لا أمها ولا أبوها. يا أبوي الدنيا ماشية في تقدم ولسه أيام نشوف ونسمع. عمي العبيد كيف حالك؟ حبابي سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. اللمين ازيك؟ أهلا. اتفضلوا ادخلوا. يا حاج حبابك مالك؟ كفارة؟ كفر الله سيئاتك. حكاية شنو؟ والله يا ولدي بطي وجعاني وظهري وجسمي ده كله لا بنوم بالليل ولا بنوم بالنهار. ايوه كده ارقد لي كويس كده عشان اكشف عليك. يا لطيف بسم الله. الله يا لطيف يا لطيف. الله سالم. السلام عليك. مرحبا. عايزين واحد قريبك ولا حي مستنيك في برا. حاضر. شكرا. الله يسلمك. سلامات. الله يبارك. ان شاء الله طيب. الحمد لله. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. الاهل والعقاب ان شاء الله طيبين. طيبين الله يسلمك ويعافيك. شقه عجيبه لان ما في عوجه ولا جبت تسوق زي عوايدك؟ لا لا جبنا ابوي العبيد من البداية باقي متحسس شويه لكن هسي الحمد لله بقى طيب. ربنا يكتب سلامته ان شاء الله. الله يسلمك. ما قالوا نزل عندكم فكير وبن مويه مالكم ما وديتوا له؟ لا لا باقي خالك العبيد مرضوا حق دكاتره ما هو مرض فقر. بس حالتي قلت ماشي اخذ لي اجازه انزل بها البلد منها اسلم ومنها اشوف الفكي حقكم ده كان القليبه صار له وجع الراس الغلبي ده. حبابك عشره انت بس تعال والبسوي على الله اتبقى. السلام عليكم. مرحبا طه. كيف حالك؟ سلم على اليمين واتخانا. السلام عليكم. عليكم السلام يا طه. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. شرفت. اسمع الليله ليله سياسيه كبرى ما تنسى في نادي الخريجين مدرمان. ايوه ان شاء الله. انا ماشي وراك. السلام عليكم. كيفك يا اليمين؟ الله يسلمك. ناس الزوزاي. السلام عليكم. حبابي. ازيك عمي؟ حبابي كيفك؟ الحمد لله. ما بقيت طيب؟ الحمد لله. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الا سالم ليه حسي ما جاء؟ بالو؟ انا كلمته وقال بيجي الليله. هي. السلام عليكم ورحمه الله. حبابي. وعليكم السلام ورحمه الله. حباب سالم. عمي العبيد. كيف حالك؟ سلامتك. الله يسلمك. دل على السلام. الله يسلمك. سبحان الله. هسه كنا في سيرتك. كيف حالك يا ابا؟ الحمد لله بارك الله في اللمين ولدي كان ما هو كان جيت الاسبيتاليا. كيف حالك يا سالم؟ احنا بنت العرب. كيف حالك؟ ما بتزال من بيت عمك؟ والله يا بنت العرب المشغوليه والجري لي زمن عندي صداع ما داري يفكني. ولك ما جيت الاسبيتاليا ترى عمي العبيد جمتك لانه هسه الحمد لله بدا يتعافى. اي الحمد لله. انت عمي ما قالوا نزل عندكم فكي في الزوزايا بداوي بالعلاج البلدي وقالوا سره باتع.
الارض جربت الحجر يا اخوانا. الحجر شنو ورده شنو يا ثاني؟ انا بس علي بالحصل علي عم العبيد دخل الاسبيتاليا وهسي الحمد لله بدا يتعافى. اي الحمد لله. سالم يا اخوي ما ترمي كلام وطا، ابوي شم العافيه بعد ما دخل المستشفى. اي عافيت منك يا لمين. هسي عم العبيد بعد بكره مخرجينه وانا صادر بلد يوم الخميس. خلاص نتقابل هناك. وانت يا لمين خلينا نطلع نتفسح العصر ونمشي نخش دار الرياضه، الكوره هلال المريخ انت بتشجع يا تو. انا ما فاضي لجي نزله، انا بالي في خلوه في حفظ اللوح بتاعي. اشرب اللبن. لا ما عندي نفس يا مريم. ليمتين يا شيخنا ما عندك نفس؟ الله كريم. الله يصبرك، الله يصبرنا كلنا. كتر خيرك يا مريم. Thank you.
ما عندي فراش. ولدي مات مقتول وما تعرف القتل ابنه. لا حول ولا قوة. مين مات مقتول على هذا البلد؟ ولا حول ولا قوة. القتل ولد ابنه احنا. لا حول. القتل ولد ابنه احنا. اصبر على العباد اخوي اصبر على العباد اخوي لا حول ولا قوه الا بالله البركة فينا وفيك يا شيخنا البركة فينا وفيك ولا مين الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين لكن يا شيخنا وقتين المثل اللمين ده يموت مقتول ومغدور به يبقى الدنيا دي تب ما فوقها أمان يبقى الدنيا ما فوقها ما الحمد لله الشرس شمر سواعده يا شيخنا شمر سواعده وقصدنا عديل وما ظنيتنا بعد بندوق لنا طعم ليه راحة ولا سكينة الشر قصدنا عديل يا شيخنا دحين أخير نستعد له البكا والنواح ما فيه أخيرنا قوي عودنا ونستعد له يا شيخنا ولا مرداه لابد بين ولابد تبين حقيقته لابد تبين حقيقته يا شيخنا لابد تبين حقيقته مرحب تفضل حباب العبيد مرحب تفضل على العبيد عمدة ايه القتل ولدي منو اقعد يا حاج العبيد كذي وحد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله عمدة انا حشاي محروق وانت براك عارف حرقة الحشا يعني شنو الا مين مات مقتول ومغدور به كمان والواجب عليك يا عمدة تخبر القتل منه انت كان بتتهم زول قول وانا حسيت دي بقومك بطولي انا ولدي البلد دي كلها عارفاه ما عنده ضد مع زول الا مين ما الله خلقه ما غلط عليه زول ولا في زول غلط عليه نام بتدورنا نسوي شنو العبيد ده كله نحن عارفين بتدورنا نقع قبض ساكت فوق الناس كده من طرف ولا المعنى شنو يعني انت بعد كده لك انت بلغ البوليس انا كان كنت بدور ابلغ البوليس كان بلغت قبال جناي ما يدفن لكن الدائره اقول لك يا عمده الوقع على اللمين ده شر وبلا عديل وما ماشي يقيف عند حد اللمين ده شيء متقصدنا كلنا والواجب عليك يا عمده تدرى البلا عن الناس قبال يقع كان كدي ما في غير الشيخ الطاقيه نلجا له يكشف لنا كاتل اللمين وزرع عننا البلد ما في غيره بيقدر علي ده ما في غيره بيقدر يورينا كاتل ولدك منه ما في غير الشيخ الطاقية حي الله حي كريم كريم عين عين اكشف المستور شوف كاتل اللمين ودى العبيد وكدوا واحفظ رسمه ووصفه لهنا عين قوي اها شايف شنو؟ شايف ليه صورة زول؟ ايوه لكن ما واضحة الدنيا ليل عين بالحيل لا يهمك غيم ولا يهمك ليل ركز في الصورة تلقاها في القعر محفورة واضحة وجلية ما محتاجة قضية شايف شنو شايف له راجل عجوز وصفه
وصفوا لينا، طويل ولا قصير، سمين ولا ضعيف، احمر ولا اسمر، عين شديد، شايف لا هو شنو؟ احمر لا هو اسمر، لا هو طويل لا هو قصير، مربوع يا شيخنا. وصفوا لسه عنده دقينة، زي متلفح بيته مش عايز يسيبها. ناس زول عند الوصف ده بتعرفوه؟ عنده دقينة متلفح بيته مش عايز يسيبها. ناس دحين ما شيخ عبد الرحمن. ناس انتوا كان جنات تقولوا ليلى، في زول عاشق بيقول كلام زي ده؟ يا ناس الكلام ده ما وقته، ده كلام اهل الباطن، كلام اهل الباطن. هذا البكا ما شي يجيب شيء، كان بيجيب شيء ترى انا بكي انا وفتر، اخيرا نصبر اخو، اخيرا نصبر اخو. قلت لك يا امنا ده شر، شر ويتقصدنا عديل بلا، وماشي عم الحلة دي كلها الله اعلم من جميل نزول، الله اعلم من جميل نزول، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. حليمة ازيك يا اختي؟ حبابي الله يسلمك، الله يسلمك، الله يبارك فيك. الحمد لله. حتى سرة معنا؟ انا ذاتي راجياها قعد. قلت ليكي سمعتي بخبر اليمين؟ سمحت بيا بنت امي خبر شيء ما بتقعد. يما 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 اقعد سمح. اقعد ما في شنو؟ بزعلك ود السره باقي تجيب الخبارات. قلت لك ود السره مالكش بتدوري. صحيح عرفتوا قتل لمين؟ اي قتلوا شيخ عبد الرحمن. هاي لكن حاج عبد الرحمن ده قتل ولده؟ اللمين ده ما مت الجناه وجايبه من صلبه. ظنته في شان بدوروا يجيبوا له الجنا، ما داير دول يشاركوا في الخلافه. هاي شوف العويرة دي، والله انت ما كان عرفات حاجة سو واكي شنو؟ الجنة سو واتو ما جنى الشيخ عبد الرحمن جنى منو؟ الجنة ما زارع اللمين. واب علي واب علي الا يا ايما خبر السواد والرمان علي الطلاق مثل ما بقول لك انت. السرة هنا السرة. وين محمد ولدك يا سرة؟ ما في، مع ما في عوجة على العباد اخوي. امشي كذب على اخوي بلا كلام فارغ معاك. علي بن اليمين الليلة والدك ده القاهو الا اضحوا لك عديل كذي. تجميع مال محمد سوى شنو؟ الا واب علي واب علي. الحق يا عمدة العبيد وابد الطاهر حال تمويها، شايل عصاته وسكينه وحايم في الحلة، ظنيت تبكوس على زول بدور غتت حجره، غايته وجيهه مو ياهو. يا ابو مروه يا ابو مروه ابو العمدة ابو العمدة انا في حواك العبيد وابد الطاهر دار يطلعني ابو العمدة. والله علي باليمين، علي باليمين الليلة ودخلت في بطن امك ما اخليك يا ولد الكلب. لا كيف العبيد وبالهداوة وريني الحاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ مالكم؟ ما سامعين الكلامات الفارغة الطريق الكلب ده في البلد؟ اسمع ولد السرة انت كنت بتقول في شنو؟ انا والله ابو العمده ما قلت حاجه. سمح القال منو؟ اصلتك عشان تقول ديس الكلام ده منو؟
علي اليمين الليلة ما تبلغ النصيحة إلا أكيك وأضحك شخ كده قدام الناس ديل. تضبحوا كيفك؟ قايله هامل ولا مقطوع؟ أضبح وأضبحك أنت كمان معاه. يا ولي أنت جابك هنا شنو؟ قولي كده ولا كده ولا مسخرة وكلام فارغ معاك؟ إحنا ما مالين عينك؟ يلا أنت يا ود السرة قلت شنو؟ الله أبيل عندنا أنا ما قلت حاجة، ده شيخ أبو الريش قال كلمه الشيخ أبو طاغية. كدي سامح أصبر لهم الليلة. أصبر على بيت أصبر. أبو الريش قال لك شنو يا ود السرة؟ أبويا العمدة أنا ما قلت لا شيخ أبو الريش قال يا ود لا تتكلم. سمح قال الجلل في بطن مريم ده معك شيخ عبد الرحمن قال زارع اللمين عشان كده الشيخ عبد الرحمن قتله. يعني يا عمدة موت اللمين ما كفى كمان يجي الولد المطرطش ده عاوز يسوي لنا سمعة في البلد؟ احنا ناس طول عمرنا يسمنا ده مثل الذهب المجمر، اجي الولد اللهبل ده على اخر عمرنا بدون خطه لنا خطه سودا؟ كيف يعني شيخ ابو الريش املى راس الولد اللهبل بكلام فارغ مثل ده؟ انا علي باليمين الحكايه دي اللي الحق حدها الليله. استغفر الله العظيم استغفر الله. حاشا وكلا ده ما كلامي يا ناس، ده كلام اهل الباطن ده قولهم هم. وكان جعل لساني ما علي الا البلاغ، وكان قالوا حصل يبقى لابد ان يكون حصل. نصيحتي لك يا حاج عبيد تشوف مصلحتك ومصلحة ولدك. مصلحة شنو؟ هو تاني فضلت لنا فيها مصلحة؟ ان الله غفور رحيم عشان ربنا يسامح ويغفر له كان لازم تقوموا بالواجب. والله يا مولانا ما قصرنا، بنترحم عليهم وفي كل صلاة بنترحم عليهم. لا ما كده وبس، انتوا ما طارين انا رفضت اصلي على الجنازة. اي طارين يا شيخنا، لكن ما وريتنا السبب شنو. السبب انه الولد ده مات وهو مرتكب كبيرة ما بيتطهر منها لو غسلتوه بموية البحر دي كلها، وانتوا دفنتوه وهو عمل غير صالح. حاجة العبيد قلبك ما فيه فايدة يا حاجة العبيد، خير تعمل الفيه فايدة ليك ولي ولدك. فايدة شنو بعد الولد ما كتر؟ هو فعلا أمر صعيب وقاسي، لكن ما في غيره. قول يا شيخنا، كل شيء بأمرك يبقى هين وسهل إن شاء الله. طلعوا الولد من تربته، تقيموا عليه الحد 80 جلدة على رؤوس الأشهاد، وبعد ذلك تصلوا عليه وتدفنوه تاني. شيخ عبد الرحمن ما عندكم عليه دليل، وكان خليتوه وسطكم في الحلة بيبقى ليكم لعنة يا فيضان ولا طاعون ولا مصيبة زمان. مشيت وين اخوي برا تخبرني؟ انت ما تعرفني بنشتغل عليك يا ولد عمي. مالك عشاي شايل الدنيا فوق راسك؟ غلبك الصبر يا ولد عمي. عاد نسوي شنو؟ إياها قسمتنا وراضين بها، وما خير الله عليك وعليه توكلنا وليه فوضنا الأمر. آه
اخ يا امنه يا بنت الزين، انت ما عارفه حاجه ساكن، نحن مقفولين بجاي والدنيا مقلوبه فوق روسينا بغادي. عاد نسوي شنو يا اخوي؟ بعد النبي ما مات كان الدنيا دي كان انقلبت ولا انعدلت، احنا مالنا بيها. كيف مالنا بيها؟ قالوا الكلام يوصل بلاد الريح وعنا ضانسيد ويقيف. اللبيل الناس ما دارت تريحوا فيه قبره ولا تريحنا معاه، لكن سيرتنا وسيرته بالشين. شين؟ الشين شي جابوا للنبيل حافظ القرآن النقطة مثل الدبلان. قالوا قتلوا الشيخ عبد الرحمن مشان ضبطوا مع عمرته. قال لابد نحفر من تربته ونجلد 80 جلدة حتى ندفنه تاني. يا ناسوي يا أهل البلد يا أبو مروة، شيخ الطاقية شيخ السيوم والرباس اللي مين يبرى منه بيقوله. يا ناسوي اللي مين حافظ القرآن أبصر يطلع صعبين الدبلات. يا ناسوي يا أبو مروة يا الله يا ناسوي يا أهل البلد شغف باقي يا شغف سيوم الرماد. ان شاء الله امنه اللي مين يبرى منه من قاله. امنه تعالي ما تصدقوه. امنه تعالي شيطان تعالي يا رجال. امنه تعالي ما تصدقوه. يا مبروة شغف باقي يا شغف سيوم الرماد اللي مين يبرى منه من قاله. امنه ما تصدقوه. البدور الدرب العديل يمشيب وما يسوي الشين ما يسوي الشين، خلي الخلوق تحكيه. ابوي 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 البشارة سالم اخوي جا. انا تجنيت سالم بيجيبه شنو حسا؟ الله يتنيه ابوي كان سالم اخوي ما جامله من الخرطوم. والله اها كان بالصح سالم جا الا اديك بخمسة. السلام عليكم. منو؟ ازيك يا سالم؟ كيف حالك؟ ولدي كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الحال؟ كيف حالك يا الله يخليك. شديد. كيف صحتك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ان شاء الله كويس. الحمد لله. وقت اخوك كلمني ما صدقته. نحن ما في عوج. ما في عوج يا ابوي. طيب طيب. طيب الحمد لله. طيب كيف صحتك؟ طولت منا بالحين. الله يخليك. ادخل استريح. خلاص يا شيخنا. العبيد وافق على إقامة الحد على جسمه ولد. الحمد لله ربنا هداه. والله أنا كده ضميري والله ارتاح. ما المسألة دي كان لازم تتم، وطالما الأب وافق ورضيان إن شاء الله ربنا يرفع البلاء والشر منكم ومن البلد كلها. آمين. أنت عارف وقت قلت إجازتك في أسبوع عوجة ما في، يوم الاثنين تمشي ليش يا خطاقية يعالجك من وجع الراس اللي قلت غلب الحكمة ده. حس عن اشرب الشاي ده ونمشي لخالك العبيد ولد الطاهر تعزيه في المصيبة اللي حصلت عليه دي، تشيل الفاتحة في اليمين وبالمرة شوف خالته كاملة، حالته بقت صعبة خلاص، الناس بقت ما بتعرفها. Thank you.
كيف حالك؟ سالم ولا علي كيف حالك؟ مستعجلين كيف حالك؟ زين كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يخليك ودى سرع حالك زيك كيف حالك؟ سلامات ان شاء الله طيب الله يبارك فيك الحمد لله انت كويس؟ كويس الحين حجة سرع كويسة؟ كويسة بمال الله الحمد لله الله يبارك فيك بالحيل 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 ألزم الصبر ألزم الصبر ألزم الصبر ألزم الصبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله بتشكي من شنو؟ من صداع شديد اسمك منو؟ سالم ود علي ود عبد اللطيف بالراحة يا سالم عشان ما تزعج الشيخ جوا قلت لي بتشكي من صداع شديد ايوه نعم وما مشيت الحكمة في الخرطوم ليه؟ مشيت وعملت صورة أشعة ودوني دواء ودوني حبوب كملتهم كلهم بلا فايدة والحكيم اللي مشيت له اسمه منو؟ اسمه معتصم عبد الشافي قوم ادخل على الشيخ وما تفتح خشمك بكلمة وعارف كل شي قوم قوم ادخل ساري حبيب سالم علي عبد اللطيف اقعد وجع راسك المغلبك ده عين صابتك مني انت صغير في المدرسة وغلب الحكم كلهم لكن بنداويك معتصم عبد الشافي ذاته غلبه بس شفت البخرات ديل اها بخر الصباح بخر المساء تبقى كويس ان شاء الله أنا باكر من الصباح راجع الخرطوم يا أبوي ليش؟ أنت ما قلت إجازتك أسبوع؟ بمشي وبيجي صاد بيدر بي ماشي أجيب طه صاحبي باقي متحسس شوية والدكاترة غلبوا معاه حيلة داير وقابل الشيخ أبو طاقية الخميس الجاي يعني شيخ أبو طاقية نفعه؟ هي نفعني نفعني بالحيل ده راجل مبروك خلاص أبوي سبحان الله سبحان الله التقول ما تحسه القرآن الحافظه حفظه ما بطاقية وشيخ بطاقية لو ما عارف انه من القكدي ما كان قال مرقوع عشان نقيم عليه الحد ويعني انت قال الشيخنا بطاقية بدير قوم الحد علي نيفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم إنفازا لشرع الله وحكمه نوجه بإقامة حد الزنا 80 جلدة على الخاطئ اللمين ود العبيد ود الطاهر عسى الله أن يغفر ذنبه ويقبل منه تطهيرا لبدنه وتكفيرا لذنبه ويصلح حال أسرته وحال بلدته وحد الزنا 80 جلدة؟ حد الزنا 100 جلدة لكن هو عارف حاجة؟ محمد ود السرة أمرناك بتنفيذ الحد على الخاطئ اللمين ود العبيد حقك تلاوة لنسجل الله
هنا يا حركه. اهو ده شيخ ابو طاقيه، وده ابو الريش، وداك احمد النور يا جنوب. ارفعهم كلهم، ارفعهم في العربيه. كمان بسم الله الرحمن الرحيم. تحري. في يوم الخميس 23/12 اخترنا كل من سالم علي عبد اللطيف وطه ود ابراهيم الموظفون بقسم التلغراف بوسط الخرطوم بحري ان الشيخ ادريس ابو طاغيه واخرون هم الشيخ ابو الريش واحمد النور يقومون باعمال الدجل والشعوذه وخداع اهل القريه البسطاء باسم الدين، وان هنالك جريمه قتل حدثت في قريه الزوزايه حيث قتل الامين العبيد الطاهر بواسطه مجهول وتم دفنه دون علم السلطات المختصه، وان الشيخ ابو طاغيه سيقوم يوم الجمعه بعد الصلاه بنبش الجثه مره اخرى واقامه الحد عليها. وعلى ضوء هذا البلاغ قامت قوه من شرطه المدينه وتحركت نحو القريه. يا اخوان منقوم ان شاء الله نعاين بالشباك ساهي نشوف الحاصل شنو. هذولا تقوم تمشي وين وتشوف شنو؟ عليه اليمين شيخ ابطاقيه ما سخت لكم تغضيكم ده تشوف ساكت. هيا تلقى ابراهيل ونسمع في كلام ساكت وفجاه جب محل ما غت اسماعيل امه فيه. خطاب خطاب لهم بالطوالة ساكت. الحقنا يا ابطاقيه اخرته نشوفه كيفين وبعد ذاك يوريهم كرامات. كذب كذب. الله يستر عليك يا سالم يا ولدي. وكيف عرفت يا سالم انه الرجل ده مستعمل؟ انا اصله يا مولانا شغال في التلغراف وكان عندي وجع راس مستمر، فمشيت للشيخ ابو طاقيه عشان القى علاج. في الاول قابلت الشيخ ابو الريش ده فقام سالني من اسمي ومرضي والبي والعلي كله. قمت بعد ذاك مشيت جبت زميلي طه هو شغال معي في البسطة، شهدته على الحاصل ومشينا فتحنا بلاغ في البوليس. ايه رايك في الكلام ده يا شيخ الطاقية؟ يا مولانا ده واد صغير ما بيعرف اي حاجة عن اسرارنا، ايه جاب التلغراف مع كلام اهل الباطل؟ انت قصدك من وين يا شيخ الطاقية؟ يا مولانا انا ما عندي محل واحد، درست العلم في سنار ولفيت القرى والحلال عشان نفيد الناس بعلمنا. ما عندك اسم ثاني غير الشيخ الطاقية؟ ابدا يا مولانا. وما تحكمنا قبل كده في اي قضية؟ استغفر الله، نحن ما لنا غرض بالمحاكم يا مولانا. سيدي اديان وتاو طاقية. كده شوف الصورة دي دحين بتعرف صاحبها؟ هاي دي صورتي يا مولانا، لكن دي كانت زمان يعني قبل ما ادرس العلم ده. لكن سيد الصورة دي اسمه عبد الوهاب سعيد وكان شغال في البسطة، وقام هو وزميله الطيب بابا الله الواقف جنبك ده بتزوير حواله وتحاكموا فيها بثلاث سنوات سجن. الكلام ده كان قبل 4 سنوات، حصل ولا ما حصل يا طيب؟ حصل يا مولانا. آملة انت رجعتي؟ الحمد لله لك بالسلامة بالتعب. ما تبكي ما تبكي يا آملة، أنا ما قلت لك ربنا كريم وقادر؟ تراه الليلة أنصف ولدنا وبر ساحته
وباكر باكر يخلص لنا حقنا كله. ما تبكي يا ابنة ما تبكي، وهاكي هاكي اشربي المويه اشربي يا ابنة. أحمدك وأشكرك يا ربي، ما كنت غير روحي ماشي أسمعك تناغميني تاني. أحمدك وأشكرك يا ربي، أحمدك وأشكرك يا ربي. لكن الله سالم شديد سيبدا كيفين يا ود السرة؟ أنت عطاني أنا قليل شغلة وين؟ أهلا أهلا بالعمدة. مرحبا مرحبا شيخ الحلة. يا شيخ الحلة تفضل تفضل. مرحب مرحب. يا داي والله يا سالم ترك ما سايل، نحن ساكت شايلين حسك وقلنا ماشيين نوقف حالك. ما اصل يا جماعه بالعقل كده المساله دي ما بتبقى. يعني كيفين ابو طاقيه يعرف اسمي واسم ابوي ومرضي والبي والعلي من غير ما افتح خشمي؟ لازم المساله دي يكون فيها سر. انت تقعد قدامه بالريش وتديه المعلومات الدائره كلها، يقوم بالريش يرسل المعلومات للطاقيه اللي قاعد جوا بالعصايا. بالعصايا، العصايا كانت زيها وزي التلغراف واحد. الله يفتح عليك يا سالم ود علي، انغصنا من شر كبير. والله يا ناس ساكت تلومنا مع شيخ عبد الرحمن. أنا بالذات أهتو الله يغفر، الله يغفر لي. يا حليل يا حليل، أنت وين يا شيخ عبد الرحمن؟ وين يا شيخ عبد الرحمن؟ خلاص يا العبيد أخوي حكمت رأيك. أنا ثاني الحلة دي ما علي فيها قعان، يعني المعنى ما أقدر تسامحنا تبقى المسامح رب العالمين. وأنا والله قلبي من تلاكم ما فيه حبة ولا قدر كريم. سمح مالك ما طايق القعاد معانا؟ انا ماشي اقدر شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن ده كلنا بهمنا امره. ها كان بهمكم امره وراح افزعوا بوراه. سمح انا ماشي اقص طرف بنفسي يا زول، انا احماني جاهز بنفسي وراكب ناناديك يا صباح النور وننده ليك نفتش في الفيافي عليك وننده ليك نفتش في الفيافي عليك وكان نتلقى أتر نقص دربك ونمشي بعيد بكم من جديد مشاهدينا. وطبعا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في متابعة المشاهد المختارة التي قدمناها لكم من الفيلم السوداني الروائي الطويل بركة الشيخ. ويسرنا أن يكون معنا في هذه السهرة كما ذكرنا منتج الفيلم الأستاذ مصطفى إبراهيم. مصطفى إبراهيم منتج ومخرج سوداني ومؤلف روائي، تخرج من جامعة الخرطوم كلية الآداب واللغات، عمل مدير عام المواصلات السلكية واللاسلكية سابقا ورئيس مجلس إدارتها، وكيل وزارة الاتصالات والسياحة، وزير المالية بولاية نهر النيل. ألف مصطفى إبراهيم وأنتج فيلم بركة الشيخ فيلمنا لهذه السهرة، كما ألف وأنتج وأخرج فيلم أتراب غرباء. يسرنا أيضا أن يكون معنا في هذه الحلقة المنتج والمخرج السوداني تاج السر جارون. درس الإخراج السينمائي في أكاديمية السينما في اليونان ونال الدبلوم ومن ثم الماجستير عامي 1980 و 1997.
مؤسس وعضو مجلس إدارة الفجيرة للإعلام، مؤسس وعضو مجلس إدارة تلفزيون زول. أنتج وأشرف على إدارة إنتاج العديد من الأعمال الدرامية والوثائقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن تاجسر جارون ومصطفى إبراهيم، أهلا ومرحبا بكما في سينما مختلفة على شاشة الشروق، وطبعا مشاهدينا حول فيلمنا لهذه الليلة. ومع ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو سيكون لنا الحوار القادم، فأرجو أن تكونوا معنا. إذن مشاهدينا مباشرة نبدأ معكم هذا الحوار، وأتوجه بالسؤال بداية إلى ضيفي المنتج الأستاذ مصطفى إبراهيم. أستاذ مصطفى، ربما من الطبيعي أن نبدأ هذا الحوار بالسؤال عن الدوافع التي يعني كانت وراء إقدامك على هذه المغامرة، إذا سميناها مغامرة، وهي إنتاج فيلم في جو يعني ربما السينما السودانية كانت يعني تمر في مرحلة ركود، يعني ما الذي دفعك إلى الإقدام على هذه المغامرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أصلا بطبعي أو تخصصي إعلامي، ثم أنا تخرجت من جامعة الخرطوم لغات عربي إنجليزي، وعملت بوزارة الإعلام السودانية في المجلس القومي لرعاية الآداب والفنون وفق الهوية، وكتبت ورقة الشيخ في ذاك الوقت عام 1973. ومن ذاك الوقت وأنا مهموم بالعمل الدرامي، سواء كان الروائي أو المسلسلي أو السينمائي، اغتربت لفترة 17 عاما خارج السودان، وعدت يعني أطرق هذا المجال إلى أن كلفت من قبل الحكومة بإدارة الاتصالات في السودان. كنت مديرا عاما للاتصالات في السودان، مديرا عاما للاتصالات السلكية واللاسلكية، ثم وكيل لوزارة الاتصالات والسياحة، ثم تم إنشاء شركة سوداتيل، ومنها أنشأت ذرياب للإنتاج الإعلامي حتى أمارس هوايتي واحترافي وعملي وتخصصي منذ تخرجي من الجامعة. فآليت على نفسي أن أحول هذا العمل إلى عمل إبداعي يناسب العصر، إما مسلسلا تلفزيونيا أو عملا سينمائيا. وتقدمت بالنص إلى السينما، تقدمت بالنص إلى تلفزيون الخرطوم، تلفزيون السودان، تلفزيون القومي، وتمت الموافقة، وتم تكليف السيناريست المعروف أمين محمد أحمد ليقوم بكتابة السيناريو لسبع حلقات لهذا الكتاب. وبعد أن أجازه التلفزيون تصادف أن جاء إلى مكتبي وأنا وكيل لوزارة الاتصالات والسياحة المخرج عبد الله جبارة لتقديم فيلم سينمائي عن السودان، مجرد لمحة عابرة عن السياحة في السودان. وتصادف أن كان الكتاب أمامي، فطلب مني أن أسمح له بقراءته، فاستلف الكتاب وقرأه ليومين، ثم عاد وتحدث معي حديثا مختلفا، بأنه لا يتحدث معي كمسؤول في الدولة، وإنما يتحدث معي رجل إبداعي يعتقد أن هذا الكتاب هو ممكن أن يكون أساساً لفيلم سينمائي روائي طويل. اعتذرت بأن هذا الفيلم مجاز من التلفزيون كمسلسل، ومعد أصر إصراراً بالغاً بأنه يود أن ينهي حياته بهذا الكتاب، يعتبر أن هذا الكتاب له مقومات، فوافقت وآلينا على أنفسنا أن ننتجه سينمائياً سوا. وبالتالي أصلاً في ذاك الوقت قمت بإنشاء ذرياب للإنتاج الإعلامي، وقامت ذرياب إنتاج الإعلامي بتمويل الفيلم بما يعادل المبلغ 263 مليون جنيه سوداني. وتكاتف معي كل الكوادر الفنيه والكوادر الابداعيه التمثيليه السودانيه في ان ننتج سويا عملا يدخل السودان في ملف جديد، او في 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 في, في منعطف جديد لانتاج السينما. إذن هنا يعني لابد أن نشير لأنه الطموح ربما كان قوي جدا بأن يدفعك، ليس فقط لأن تقدم روايتك لتكون مادة لفيلم سينمائي، وإنما أيضا تكون أنت المنتج ويعني تدفع بأموالك أيضا، وهي مغامرة كما ذكرنا. فلو نحكي كمان عن هالناحية هي، إلى أي درجة طموحك في أيضا دخول عالم السينما؟ أنت تحدثت عن الإبداع الفني عموما، لكن السينما تحديدا لو خصصناها ضمن طموحات مصطفى إبراهيم.
أنا في تقديري عن السينما هي قامة كبيرة، يعني أعلى القامات الإعلامية هي السينما في هذا تقديري. وهكذا كنت تنظر إليها. ذلك نعم. والشاهد على ذلك كثير من المهرجانات السينمائية الضخمة التي تنتج أفلام لها كثير من الديمومة ولها كثير من الأثر في الوجدان العالمي ولها كثير. والسينما ليست لها هوية يعني إقليمية ولا هوية جغرافية ولا هوية إثنية، إنما هي بتخاطب الوجدان من كل مجال. السينما قيمتها في أنها تعطيك الجرعة المقدرة دفعة واحدة وتبقى في وجدان الناس، عكس المسلسل السينمائي أو المسلسل التلفزيوني الذي يأخذ مساحة كبيرة جدا من العرض ومساحة كبيرة جدا من المخاطبة ولا يبقى في وجدان الناس. وعلى ذلك يعني يمكن أن نقدم مشاهد كثيرة جدا أو شواهد كثيرة جدا من مسلسلات كانت لها باع. على سبيل المثال وضحى وابن عجلان، المسلسل الأردني، هو مسلسل جميل جدا لكنه بمرور الزمن يمكن أن ينسى. ليالي الحلمية نفس الحكاية، الحاج متولي وغيرها. بينما الفيلم السينمائي نعم. هو أبقى عمره أطول. وأنا منذ صغري شاهدت الوعد الحق لطه حسين في السينما وكانت في وجداني من أول من ذاك الوقت. وبالتالي أنا أفتكر أنه أنا كرجل مؤهل ورجل قادر ينبغي أن أقدم لهذا السودان ضريبة تعليمي وتأهيلي وإبعاثي إلى الخارج كل هذا. وهذا الفضل علي في أن عينت في وظائف قيادية في هذا الباب، فأليت على نفسي أن أخدم هذا الوطن من هذا المنطلق. طب لو انتقلنا إلى الأستاذ تاج السر وسمعنا وجهة نظرك، وأنت أيضا يعني صاحب باع في هذا المجال، يعني برأيك ما الذي يمكن أن يدفع إنسان إلى أن يقدم على هذه المغامرة ويقرر إنتاج فيلم سينمائي في بلد كما ذكرنا كان لا تتجاوز فيه عدد الأفلام السينمائية ربما أصابع اليد؟ والله كما ذكر الأستاذ، وأنا حي فيه طبعا هذا الروح المغامرة في إنتاج عمل في ظروف زي دي بالذات، يعني انه الهم يعني حينما الانسان يكون هميم بوطنه يعني كل من واحد يخدم في مجاله بيحاول هذا الهم يعني ينفذه في محل ما هو يعمل. يعني فاذا انت فنان وتمارس هذا الابداع فبالتالي بيبقى همك الرئيسي انك تنتج عمل او تشترك في عمل او تساهم في انك تعمل عمل يعني تخدم بالبلد يعني. فهي مغامرة في نفس الوقت، لكن مغامرة من الغامرات الجميلة الغير محفوفة المخاطر يعني من وجهة نظر المبدع. لكن من وجهة نظر المنتج ممكن تكون يعني شخص ما له علاقة بالمجال بيتخوف يعني، لكن طالما هو صاحب الفكرة وهو صاحب المال وبالتالي لن نخاف عليه يعني وبيستمر ونحن طبعا وهذا شيء جيد يعني. طب حضرتك كمخرج ومنتج يعني ما الجديد الذي رأيته في هذه القصة الذي طرحها فيلم بركة الشيخ؟ هل هي تحمل أي جديد أم ربما هي قصة تقليدية؟ هي القصة مش قصة جديد، الأشياء في الحياة كلها متساوية. يجي شخص يتناول هذا الشيء اللي أنت تشوفه بشكل عادي بشكل مختلف، هنا يكمن الإبداع. فالعمل اللي تناوله الأستاذ مصطفى عمل يعني في الوطن العربي بشكل عام، مثل الدجالين والشيوخ اللي ينصبون على الناس وعلى الحريم بالذات يعني، فهو تناوله من منظور ثاني. أنا طبعا عندي ما يعني عندي ملاحظات على العمل بشكل عام يعني. بدنا نسمع هاي الملاحظات. ما المختلف في هذا الطرح؟ الطرح الاختلاف فيه في إنه هو تناول منافسة شيخين يعني. أنا يمكن بالنسبة لي ده اللي شاهدته أنا في العمل، ودي كان ممكن تكون خميرة لعمل كبير جدا يعني. شيخ داخل من برا وفي شيخ أصلا موجود في الغرية، فكل يستخدم أسلوبه في طرد الآخر وفرض نفسه على الغرية يعني. فده كان من هنا ده الجديد وبصراحة وتناول بشكل جيد يعني في القصة، بس التنفيذ إلى حد ما عندي عليه ملاحظة أنا. فما تناول يعني المخرج ما استفاد من هذه الخميرة يعني تعامل معها بشكل سريع يعني ما استغل هذا التنافس الغيرة من الشيخ اللي جاي من الخارج يبقى ينصب على ناس الغرية، والشيخ المطوع الموجود في الغرية أصلا ابن البلد والرب الأولاد الغرية، في أنه يعني يطرحوا على الشعب اللي هم نفسهم اللي معنيين بالأمر يعني جزء منهم متهمش كثير أو الغالب الأعظم. فما استفاد من المقطع ده يعني أو ما استفاد من الفكرة دي بالتحديد. أنا تناول العمل بشكل الشيخ جاي من برا عايز يستلم الغرية، ف
الى حد ما يعني ما نجح في توصيل فكره انا هذا وجهه نظري، انه يعني الفكره الطارحه استاذ، انه الاعمال هذه تناولت كثير كثير جدا، فانت لازم تاتي بجديد وعميق بحيث يخدم ويفيد. فهنا ما كانت الـ طيب ربما الملاحظات الأخرى سنمر عليها خلال هذا الحوار، ولكن لو حكينا كمان عن رأيك بالناحية الإنتاجية للفيلم، تقييمك للإنتاج للفيلم. الإنتاج في هذا العمل بالذات يعني طبعا الأستاذ مصطفى اتعامل مع موقع أو لوكيشن جاهز، نحن بنقول عليه في الإنتاج. أنت هنا يعني محتاج لأنك تبني مواقع وتبني بيوت وغرف ومكاتب إضافية. العمل بشكل عام كإنتاج بالنسبة لنا يعني نحن ما أنا ما بفتكر إنه مكلف، يعني ما كان فيه مغامرة التكليف. يعني استفاد من الغرية موجودة، بيوت الأصل كما ظاهر في الفيلم، يعني نفس البيوت نفس الأشياء. بس في الفن هنا يعني إذا، وده برضو أيضا يعني مسؤول منه المخرج ومسؤول منه بشكل عام واضعين السيناريو في العمل، يعني إنه يعني استخدام الموقع بشكله هو أيضا لا يضيف شيء. يعني هل قصدك إنه ربما لو دعم الفيلم بتمويل أكبر وإنتاج أضخم ربما كان خدم القصة نفسها يعني وخرج بصورة أفضل؟ هو كان في السودان إحنا عندنا حاجة مثل ما قال الأستاذ مصطفى، الناس بتتعاون، يعني حتى كل الفنانين كانوا متعاونين معه ومستعدين يجوا ومستعدين ما يأخذوا أجر أيضا، يعني لا ينظروا لمسألة الأجور، عاوزين عمل يطلع، عاوزين الناس تشوف، وما هذه بالنسبة لهم بتشكل يعني رغبة وهدف. الميزه في انه التكلفات الانتاج هي السفر التنقل الافلام التحميض، والسينما بالذات شغله المكلف في مساله الافلام نفسها تحميضها اشياء، ده جانب كبير من الانتاج اللي هو بيأرغ المنتج. بالاضافه لطبعا العمل ده تحديدا انتاجيه فيه بالنسبه للموقع اللي هو بشكل 40% قيمه الانتاج مش يعني متوفره، يعني توفر عندك في الغريه. بالنسبه للمجاميع الغريه كلها ممكن تعتبر مجاميع كومبارس، هذا اللي بكلف دايما جزء من الانتاج متوفر، فبالتالي ما كان في انتاج يعني تكلفه انتاجيه كبيره غير التنقل والصرف اللي هو هنا. بس هو ايضا هو ما حسب بهذا الاساس، هو عايز يعمل كان يعني جاهز انه ينتج، فبالتالي كان جاهز اي منصرف يعني ضمن الظروف والشروط اللي كانت متوفره. اذا كانت جاهزه هذه من حظه يعني. نعم. لو عدنا اليك استاذ مصطفى، يعني انت في بدايه الحوار مررت مرور على يعني خلفيه العمل، كيف تم اختيار الروايه، لكن لو حكينا شوي بشكل تفصيلي اكثر عن كواليس تحقيق فيلم بركه الشيخ من اختيار الروايه وحتى تنفيذه كفيلم سينمائي. هو طبعا الدافع الأساسي لإنتاج هذا الفيلم إنه الدجل والشعوذة هو تقريبا منتشر في قطاع الأفريقي كله، متجذر في بعض البلدان الأفريقية مثل نيجيريا ومثل السودان بصورة واضحة جدا. هذه الممارسة لها كثير جدا من الجوانب المأساوية. معتاد الناس في السودان وفي غيره أن يتناول الدجل والشعوذة من ناحية هزلية كوميك وليس تراجيك. أنا كان يؤرقني جدا بأن هنالك كثير جدا من المآسي الذي كان وراء هذه البدعة وهذا الدجل ولم يتطرق إليه الناس، بحيث أن هنالك ضحايا كثر لهذا المجال ولكن لا بواكية لهم. وبالتالي حاولت أن أنشط في ذهن المستمع والمشاهد حتى العربي وحتى على المشاهد الرياضي هذه المأساة وهذا الجانب بالقدر الذي عايشت الامر، لدرجه ان هذا الفيلم عندما عرض مثلا لطلبه الدراما في معهد الموسيقى في السودان بكى الطلبه لانه يعيشون وجدانا تراجيديا. وكثير جدا من مشاهد الفيلم هي مشاهد مبكيه الى حد كبير جدا. وهذا نجاح للفيلم لانه حقيقه مس وجدان الناس في كثير جدا من القضايا اللي كانت بالنسبه للناس الاخرين هي نافله وليست اساسا. وبالتالي انا افتكر انه من هذا المنطلق كان حماسي إلى هذا العمل لكي يبقى خالدا في ذاكرة الشعب السوداني. وقبل ما جئ إلى هنا بأسبوع واحد تم عرضه في جامعة التقانة عرضا كاملا لكل الطلبة من جديد في مناسبة ثقافية كبيرة. وبالتالي ما زال الفيلم يعني يأخذ بعده لأن ظاهرة الدجل والشعوذة هي ظاهرة ليست آنية وليست
بالضبط. هي ظاهرة مستمرة ومتقطعة. طيب أستاذ مصطفى، يعني في فيلم بركة الشيخ قام المخرج عبد الله جبارة والفنان مكي سنادة بكتابة السيناريو والحوار، إلى أي درجة باعتبارك أنت كاتب القصة، إلى أي درجة كان أمينين على القصة؟ صحيح، هم شكلوا غدد كبير جدا من الأمانة، بحيث أنهم لم يخرجوا عن دائرة الكتاب. السيناريو المكتوب يحكي قصة، يعني يحكي القصة الأساسية كما حكاها الكتاب. وبالتالي يعني هذه قد تكون محمدة وقد تكون سوءة في نفس الوقت. يعني ما فكروا في أن يضيفوا إضافات كبيرة مثل ما قال الأخ تيسر. إلى حد كبير جدا أنا شاركت في كل مراحل إنتاج هذا الفيلم. حتى من كتابة السيناريو، حتى في اختيار الشخصيات التي مثلت، حتى في عمل المونتاج. يعني لم يكن هناك نقاط اختلفتوا عليها بموضوع كتابة السيناريو؟ لم نختلف على موضوع كتابة السيناريو، لأن كتاب حق السيناريو حق الكتاب. أه. والحاجة الثانية أنه أنا كمنتج غير كاتب روائي، غير مشارك في السيناريو، غير يعني متولي أمر إدارة هذا الفيلم كاملا، كنت جاهزا لكل الخطوات التي أو كل الهنات التي يمكن أن تحدث في جو مثل جو السودان. وبالتالي كنت أعمل مداخلات في كل مرحلة من المراحل، بحيث أنه لا يحصل يعني تساقط كبير جدا، بحيث أنه لا يفشل هذا الفيلم. ومن حرصي أنا لم أكن ممثلا، ولكني عندما اضطررت إلى أن أكون قاضيا دخلت ومثلت قاضيا تلقائيا دون أن أرجع إلى السيناريو ودون أن طيب أستاذ تاج الزر، بنفس المحور يعني ما بين الأماني للقصة الأدبية والأماني للفيلم السينمائي، يعني برأيك ما هو الأهم، وأنت شخصيا إلى أيهما تميل أكثر؟ والله أنا أميل لأنه طبعا نحن في نوع من الآن في الإخراج، يعني في الفكرة المخرج المؤلف، يعني فكرة تبدأ من فكرة، وفي الناس اللي بيتعاملوا مع العمل الروائي ويحولوا إلى نص، هذا صعب جدا على فكرة. فمثل ما قال الأستاذ مصطفى، يعني العمل هذا أنا بعتقد وهذا من هذا المنبر برضو أطالبه بأنه فيه شغل كثير جدا ممكن يطلع منه، يعني إذا بالتحديد في الجانب تبع اللي هي العلاقة بين الشيخين دي جديدة صراحة. يعني فين أنا الدجل يعني منتشر في المناطق دي، ومش كده متناول الموضوع، يعني هذاك الشيخ داخل بفكرة إنه يعني دار يعني بيمس مباشرة أخلاق الشيخ الآخر، وهذا في السودان يعني تناوله صعب وجريء. فإذا وجد من يتناوله بأمانة، لأنه هنا تدخل الرؤية، الرؤية الإخراجية والرؤية الفكرية للشخص اللي بيتعامل مع النص، يعني أنت تأخذ روح العمل وتسقط فيه أيضا جانب من رؤيتك وروحك الفنية، لأنه الاثنين بيؤدوا إلى يعني يؤدوا إلى الأمام. لكن إذا تناولت فكرة المخ الكاتب لوحده يعني أنت ما أضفت شيء، وهذا كان مزعج جدا. يعني هم كانوا ممكن يعني فعلا يدفعوا بهذه الفكرة وتأخذ بعد آخر، بعد جديد، ولا زال العمل الآن موجود فيه الإمكانية دي. يعني إنه إذا أستاذ مصطفى ده قاعد تناوله من الجانب ده تاني، أو رجع للتلفزيون ينتجوا مسلسل أحسن برضو، يقدر في مساحة، في مساحة، في مساحة أكبر، في إبداع أكتر، وفي يعني ممكن يطلع شغل كتير جميل يعني، والناس محتاجة له. وزي ما قال لك نحن نتعامل مع الأعمال هذه بتهكمية، يعني مش بجدية، وهذا العمل كان فيه جدية، بس الوسائل بتاعت الطرح استخدامه ما يعني ما استخدم بشكل، يعني طبعا دي بدايات، والناس ما احنا ما دارين نتكلم على، يعني احنا نتحدث عن ناس محترفين لهم 40 50 60 فيلم لهم النات، بس ايضا التمكن من الادوات لايصال فكرتك بشكل جيد مهم، من تناولك للنص، استخدامك للديكور نفسه، المكان الموجود انت فيه، يعني هم لقوا مكان جاهز كان ممكن يستفيدوا منه اكثر باضافه بعض الحاجات وتحريك المشهد. فهاي شغلات فنية تعتمد على موروث نظري طويل لك في التعامل مع الأفلام أو التعامل مع مشاهد سينمائية أو حاجات زي دي، بالإضافة للمجاميع. العمل ده القرية دي كلها كان ممكن يستخدموها، والمجاميع تضيف جماليات للعمل. طب هون هاي الملاحظة حكيناها وعم نكررها، بدنا نسمع رد الأستاذ مصطفى إبراهيم، هل أنت يعني توافق الأستاذ تاج السر على هذه الملاحظة؟ أنا أوافق إلى حد ما، ولكن أنا أعتقد أنه
العمل الذي ينتج في مواقع يعني الما مصنوع صناعة هو يكون عمل واقعي أكثر منه. يعني مشاهد قرية زي قرية الزوزاية واللي هي قرية تبعد على حوالي 45 كيلو من العاصمة، هي من أطراف العاصمة أو من طواحي العاصمة، وما زال يشكل ذاك الشكل الذي يعني الذي عليه منذ تصوير هذا الفيلم. هذه القرية، هذا الجو هو الجو الطبيعي البيئي الذي يمكن أن يقود إلى الانفعال بمظاهره العامة. الأستاذ تاج السر ذكر أنه ضمن هاي الظروف كان ممكن استغلالها أكثر دون يعني إضافة أي شيء. يعني مثلا في مشهد في البيت، البيت سرير بس، يعني ممكن يكون في مجموعة بتاعت دجاج موجودة في البيت تخلق حركة في المشهد، غنم موجودين في الصموير، يعني من نفس البيئة. ما كان استخدم ده كثير، ما استخدم المسجد 10-12 نفر، يعني الغرية عادة في الغرب يعرف هي نقطة المجاميع، استخدام المجاميع. يعني مثلا في الغرية بالتحديد يوم الجمعة ده كل من هب ودب يجي، اللي ما كان بيصلي بيجي يصلي، فهذا الطبيعة. طيب انت نحن ممكن نعمل زخم أكبر، الناس موجودين كلهم يجيبهم، يعني مشاهد جنازة فلين كل الأهل الناس تجيبهم. طيب نسمع رأيك. فدي مشاهد، فدي الشغلات المجاميع، يعني ناس موجودة أصلاً. ربما هناك مبررات عند الأستاذ مصطفى لهذا الموضوع. هي 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 القرية بالنهاية هي قرية محدودة مهما كانت، والمجاميع فيها ليست كبيرة، وهي هذه المساجد ما هي مساجد الجوامع مثل الجوامع الكبيرة اللي مثلاً في أطراف العاصمة ولا في غيرها أو في المملكة العربية السعودية مثلاً، هذا مسجد وهذا جامع، إنما هي 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 مسجد قرية بالنهاية. والوعي في القرى قد يكون أقل من الوعي في المدينة. إذا حركت الموضوع إلى مجاميع كبيرة، إلى 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 ناس مستنيرين، إلى 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 ذخم آخر غير هذه القرية اللي هي قرية بسيطة والفهم فيها قليل، وحتى المعرفة فيها بالدين إلى حد كبير جدا، نشوف شائبات كثيرة جدا من هنا استغفلوا. وإحنا عايزين نقول إنه هذه البيئة البريئة، هذه 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 القرية الآمنة حصل فيها حراك غير طبيعي من أناس آخرين قادمين من المدينة يدفعهم دوافع أخرى غير الدوافع اللي أظهروها، وبالتالي من هنا حصلت الخدعة وحصل الاستلاب الوجداني والاستلاب الديني، لأنه هنالك فهم قاصر. فلو أن المجامع كانت في مثلا ممكن كنا يمكن أن نعمل هذه المجامع في إحدى المساجد الكبيرة مثلا في العاصمة، ونحن على بعد 45 كيلو من العاصمة ونتحرك من العاصمة يوميا إلى مواقع التصوير، لكن حاولنا أن نحكي أن تكون هذه البيئة بيئة صغيرة وبريئة، وأخذنا مجامع كثيرة جدا مثلا طلبة الخلوة حركناهم من خلاوي وأخذناهم إلى هذه المواقع بحافلات حتى يعني تكون هذه البيئة هي البيئة المطابقة لتلك البراءة وهذا الجهل في الدين، لأن هناك كثير جدا من الآليات التي استعملت هي كانت وسائل لو أن بها وعي ديني، مثلما كان هذا الشيخ الذي كان يقرأ القرآن والذي كان في 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 هذه القرية علم من أعلامها، لم يستطع أن يقنع الآخرين بأن هذا الذي هذه الممارسات التي تتم أمامهم هي ممارسات خاطئة. وبالتالي إحنا عايزين نقود الناس إلى قرى بريئة آمنة ليس فيها معرفة كثيرة وليس فيها مجامع كثيرة. نعم. بعيدا عن هذا الموضوع، يعني بصراحة أستاذ مصطفى، أنت هل تركت الحرية للمخرج جاد الأجبارة ولي يعني هو أيضا كاتب السيناريو مع الأستاذ مكي سنادة، هل تركت لهم الحرية وأيضا حتى الممثلين طبعا وطاقم الفني أن يؤدوا عملهم بحرية تامة، أم أنك كنت كمنتج وأيضا كاتب للرواية ربما تتحكم بالعمل بشكل عام؟ لا يجوز ولا 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 يستطيع المنتج ان يعمل مداخلات فنيه اثناء التصوير ولا حتى اثناء الريهرسل اللي هو اثناء لا بس هون ما فينا نغفل انه حضرتك لك وجهه نظر فنيه في انت لست صاحب مال فقط كما ذكرت، انت يعني كما ذكرت لك خبره في الاعلام ولك نظره وطموح فني ايضا وخبره في هذا الموضوع، فهذا يمكن كان يدفعك للتدخل احيانا ام لا؟ لا من الناحيه الفنيه انا لا اتدخل وليس لي يعني رغبه في ان احور مثلا يعني رؤيه المخرج الى رؤى اخرى، انما المخرج نفسه شعر بأنه هذا الكتاب يحكي وجدانه، وبالتالي هو حاول أن يقود العمل في اتجاه
الروايه من قناعاته الشخصيه، وهذا الذي دفعه في ان يكون ان يتولى اخراج هذا الفيلم، ودفعه بان يعني ان يوعز الي بان نخرج هذا الفيلم سويا. والا لكان من حقه ان يصر في ان تكون رؤيته غير رؤيه الكتاب. طيب استاذ تاج السر، حول نفس النقطه، برايك يعني كون كاتب القصه هو المنتج، الى اي درجه ربما يعني يؤثر على حريه العاملين في الفيلم؟ والله شوفي، نحن ظروفنا يعني طبيعة السودانية، يعني الآن الأستاذ مصطفى هو طبعا ككاتب وفي نفس الوقت مخرج لا يستطيع أن يتدخل حتى، لأنه في نوع من التعامل بالتحديد، كمان إذا الشخص اللي بيتعامل معه هو رجل قديم في العمل ورجل كبير يعني، فبيستحب الخجل إنه يقول له الكلام ده أيضا. فنحن ضحايا لهذا دائما أحيانا يعني، إذا بالذات هو كمنتج ما حيقدر يتكلم، وأنا فاهم ظرفه. لكن في دول تانية في يعني أنا عشرنا ناس، يعني المنتج ما بيخلي إذا شاف حاجة تضر، لأنه في النهاية هو منتظر فلوس من هذا العمل. يعني بالنسبة له الموضوع تجاري. أستاذ مصطفى ما كان بينظر للموضوع موضوع تجاري، همه إنه هذا العمل يطلع وتشاهده الجمهور، دي كانت الفكرة الرئيسية. بعدك جاب فلوس، هذا من حظه، ما جاب هذه موضوع تاني. لا يتدخل، وهو ما تدخل، أنا متأكد ما تدخل، لأنه العمل ده فيه جزء كتير يعني لاعب دور كبير المخرج في إنه كان ممكن يكون أجود من كده، لأنه هو أيضا يعني رجل يعني له خبرة كبيرة، لكن كلاسيكي يعني كلاسيكي في العمل، يعني حتى يعني التصوير في الشغل أيضا ما أخذ المنحة المفترض يأخذه جمالية المكان. المكان جميل، هو زي ما قال لك غريبة بريئة محدودة، بس ما استفادوا من الموقع جماليا. الجمال بيخدم الصورة وبيخدم المشهد، يعني احنا ما دارين صور تقليدي يعني أو صور واقعي، فن انت بتغير الواقع يعني بتضيف له في واقع فني، اسمه واقع فني، فجماليه من ضمن هذا المشهد. فبالتالي ما تعامل، لانه الاستاذ زياد الله، الله يديه الصحه والعافيه، من يعني المخرجين الكبار في السودان والقدام جدا، يعني من الخمسينات الرجل بدا شغل تصوير يعني نصف قرن يعني من العمل ولا كيف اسمه. فهذا الرجل ما تقدر تقول له انت يا اخي شغلك ده كده، خلاص دي طريقته ودي إمكانياته. حد عايز يعمل يتعامل برؤية تانية تناوله، وتناول أنا برؤية مختلفة، يعني لو عايز يتناول العمل ده ستناول من سكة مختلفة تماما. فبالتالي لن يستطيع أن يتدخل حتى كمنتج أو كمخرج. فلأنه في أشياء كثيرة هم تدخل فيها، يعني في مشاهد مفتعلة، في مشاهد في المحاكم مثلا، في المحكمة الممثل فول الأستاذ أيضا هناك كان ممكن يبقى في أشياء كثيرة أيضا ما استفاد منها، فأشياء يعني مع الحوار كده. لو عدت بالسؤال إلى الأستاذ مصطفى، يعني لو بختام هالحوار حاولنا نستخلص النقلة التي أرادها مصطفى إبراهيم من إنتاج هذا الفيلم، وهل تحقق فعلا هذا الشيء؟ يعني نحن بالدعاية للفيلم ربما قرأنا أنه الفيلم هو محاولة لإعادة العافية لصناعة السينما السودانية وإعادة أبطال المسرح السوداني إلى أو نقلهم إلى نجومية السينما، هل فعلا تمكنت من تحقيق ذلك؟ بحول الله هذا الذي تم، يعني ما تم تحقيقه من هذا الفيلم هو حتى تجاوز كل التوقعات اللي كنا نتوقع منه، بدليل أن مثل هذا الفيلم الفريد أو الوحيد أو اليتيم كما كان يسميه النائب الأول رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، استطاع أن يخترق كل المهرجانات السينمائية بدءا من مهرجان دمشق والصيدة والفجر في إيران ومهرجان قرطاج ومهرجان فيلم العربي في باريس، وفاز بالجائزة التقديرية عام 2000. هذه النجاحات واضح جدا انها شكلت يعني زخما كثيرا، ولفتت انتباه كل الناس بما فيهم المسؤولين، حتى السيد رئيس الجمهورية يعني جلس لمدة ساعتين يشاهد هذا الفيلم معه كثير جدا من فعالياته، وهي موجودة الآن في مقدمة الشريط الفي اتش اس. وبالتالي هو شكل أي نقلة واضحة جدا لوجدان الناس تجاه السينما في السودان، حتى أكثر مما توقعت، حتى أكثر مما توقعت وطمحت. مما مكنني أنا أيضا أن أقنع الناس مرة أخرى في أن أنتج فيلما آخر يمكن أن يكون في أن يواصل المسيرة. طيب ردود فعل الجمهور السوداني، يعني ردود الفعل المباشرة اللي وصلتك، يعني بعيدا عن المشاركة بالمهرجانات وردود الفعل الرسمية، ردود فعل الجمهور السوداني كيف كانت؟ الجمهور السوداني تمت المشاهدة في فيلم قاعة الصداقة، وهو أكبر فيلم أكبر
دار سينمائية في السودان لمدة تزيد عن 20 عرض، وكان الحضور حضورا مقدرا ومكثفا. ثم أن هذا الفيلم قد عرض في التلفزيون القومي ثلاث عروض متخصصة، ثلاث عروض مشتراة، ثم عرض في قناة النيل الأزرق برضه هي القناة الثانية، عرض في قناة الخرطوم المحلية اللي قناة ولاية الخرطوم، وعرض في طيران سودان إيرويز اللي هو طيران الخطوط الجوية السودانية لمدة عام كامل في جميع الرحلات الخارجية، إضافة إلى أنه عرض في طيران الخليج لمدة 3 أشهر. هذا يحقق له حضور كبير، هذا يحقق له حضور كبير جدا، وبالتالي مشاهدة كبيرة، مشاهدة كبيرة، مما الآن أصبح الفيلم أشهر من أن أسمى به أنا. وكثير جدا من من يعني يعني يودون أن يذكروا الفيلم بخير، صاروا ينادونني بنفس اسم الفيلم في كثير جدا من المواقف، حيث شكل يعني حضورا واضحا جدا، وأوعز للآخرين في أنهم يعني والقطاع الفني السينمائي يعني وجد برضو ضالته، والقطاع التمثيلي في حوالي 20 ممثل سوداني ظهروا إلى العالمية وأصبحوا شخصيات الآن معروفة، والآن صارت السينما السودانية الآن ينظر لها بأنها هنالك سينما. بل نحن شاركنا في كثير جدا من المهرجانات، من ضمنها آخر مهرجان 2007 في مهرجان زيمبابوي العيد العاشر، وما زالت يعني كل الطلبات تطرا الى السودان بحيث يعني انها تشارك في المهرجانات وتشكل حضور. ممكن نحن في مهرجان زيمبابوي الدول العيد العاشر الفيلم العربي الوحيد الذي تم اختياره وتم عرضه في العرض الرئيسي والعرض وعرض خاص لطلبه الجامعه في جامعه زيمبابوي. إذن بختام هذا الحوار مع المنتج السوداني الأستاذ الكبير مصطفى إبراهيم، طبعا بدنا نتمنى لك كل التوفيق وأن تبقى دائما لديك هذه الرغبة وهذا الطموح الكبير في دفع السينما السودانية نحو الأمام وتغيير يعني شكل الواقع السينمائي في السودان. وأيضا المنتج والمخرج السوداني الأستاذ تاج السر جارون، كنت ضيف عزيز على برنامج سينما مختلفة على شاشة الشروق، أشكر لكم حضوركم، ومشاهدينا لكم أيضا كل الشكر، ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.